دي مش هننزلها. خلطة دي مش هننزلها. ماشي خلاص مش ماشي. خلطة السمك سنجاري سنجاري بصل وليمون طماطم وبقدونس وشبت زائد قرنفل زائد حبتين ورق ايه لورا كل ده الخلطه تسيبها في الفرن تدخل السمك تشمع الاول وبعد كده تطلع السمكه تسقيها بالخلطه بتاعتك وتسيبها تلت ساعه تطلع تشمع تاني اعمل الدقه بتاعتك الدقه بتاعتك مكونه من توم وكمون وفلفل اسود وشطه وملح دي الدقه بتسقي بيها تاني وتدخله الفرن بعد كده تطلعه بالنسبه للطواجن طواجن وادق تاني لو صوبيا وكاليماري وجمبري وعليهم بطاطسايه مثلا الناعمه تدخل الطاجن التوابل بتاعته حبايه جوز الطيب بجوز الطيب مع اللهم صل على النبي مع بصل مع طماطم مع قرن فلفل وشبت وبقدونس ده بالظبط ساعه الا ربع طلعه ب 1000 هنا وشوف بالنسبه للشرب عايز تعمل شوربه بيضه شوربه صياديه بصلايه تقطعها وتقدحها سيبها له بتاع تلت ساعه في النار لغايه ما تغمق لغايه ما تغمق ده الشوربه الصياديه نضف السمك ديت وعلى قد ما تقدر ما يشممهمش الزفاره على قد ما تقدر شوربه مثلا عشان اعمل شوربه بيضه حته مرجان شوربه بيضه ده بالنسبه للشوربه البيضه اي صدف اي حاجه ثانيه شعور الكلام ده كذلك الشعور سنجاري جزل برده كذلك الامر تدي له التوابل بتاعته اللي قلنا عليها وتسيبه براحته 10 دقائق تلت ساعه طلعه بايه؟ ب1000 انا وشوف تمام شكرين جدا بص يا باشا قول الخلطه اللي هتعملها نص فص توم تمام فص توم قرن فلفل تمام ربع طماطمايه ربع طماطمايه متقطعه ايه؟ نص ربع طماطمايه ايوه متكبه اه كلها متكبه اه وحبات جوز الطيب حبات جوز الطيب مخفوله تمام وورقه لورا تمام خلاف توابل بقى كمون شطه فلفل اسود كمون شطه فلفل اسود كمون شطه فلفل اسود كل ده في الكبه اه وليمونه عصرها وعليها بالظبط بق خل صغير بق خل صغير كل ده في الكبه تتحمر تمام وحطه عليه تتحمر وتحطه في طبق اه تحطه في طبق تمام وتسقيه فيه واسيبه بقى شويه سيبه فيه 10 دقائق يشرب منه شويه بس يسقيه بس سيبه 10 دقائق بعد كده تعمل الطحينه بتاعتك عايز تعمل التوميه اعمل التوميه ممكن توميه او طحينه بس بالخاص التوميه احلى والله التوميه مع المكرونه البحريه احلى هديك الشغل بقى قرنين الفلفل مع السلطه مع الخيارايه مع حسن ليه اوعى وشك ما شاء الله ده انا معاك منه حاجه بنت طعمه جميل جدا طعمه حلو فعلا قول الرقم كام 012 02 855 418 تمام عزم الونش عزم الونش بس للاسف الونش ده مش هنزله لك هنزل لك ده توكل على الله طيب خلاص هو على فكره يا جماعه ما كانش عايز الفيديو ده ينزل عشان ده سر المهنه سر المهنه والله هو بيقول واحنا كنا بنصور مش عشان ينزله بس هو عشان لما اجي اعمله بس هو قال خلاص نزلوه ف هننزل عايز اقول لكم طماطم البحر اهي منه طازه جدا وطعمها تحفه احنا خلاص قبل ما نمشي العالم الساعه 1 2 بالليل اديني بس في الشغل دوت اتفرج عليه طالع عامل ازاي نيجي لك بقى مره وانت بتشتغل في في الخلي دوت نعمل لك فيديو ربنا يرزقك ويكرمك يا رب ان شاء الله ويوسع رزقك متشكرين جدا الاسعار دي ما تلاقيهاش بره اه احنا لا لا فعلا ما تلاقيهاش بره يعني احنا عايزين نوعي الناس لما جيت طبق زي كده طبق زي ده يعمل 20 رغيف تخش اي مطعم تخانة مطعم في السويس ايوه صح يقول لك الرغيف ب 30 جنيه الحاجات دي فعلا غاليه عندنا في السويس جاهزه في سندوتشين لكن انا بوعي الناس مؤاخذه يعني في الوقت اللي احنا فيه الناس تعبانه فعرض اي جنيه عشان توفره وفي نفس الوقت تاكل حاجه كويسه بدل ما اخش مطعم انا مثلا معايا مدامي وعيلين معايا واولادي اكله زي كده ممكن تكلفني 700 800 جنيه لكن انا بوعي الزبون بقول لك طبق زي كده ب 70 جنيه مع 20 رغيف ب 1000 انا وشفت بألف انا شايف واسمك اكلت مأكولات بحريه في نفس الوقت بضمن لك ان الحاجه دي بتيجي طازه الشغل تفليس الله ينور عليك والله دي بضمنها لك حاجه بتيجي صحيه زي ما انت شفت صورت صحيه قدام منك ربنا يكرمك ان شاء الله متشكرين قوي مع السلامه